لو كابتن فتحي مبروك هيحط دلوقتي حالا تشكيله الاهلي لمواجهه سنديب بكره، تشكيله تتوقع؟ يعني انا بقول لك انا محمد الشناوي خلاص، ما فيش محمد الشناوي خط الظهر اربعه بيلعبوا يعني بصفه مستمره، حارس المرمى محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف. ايمن اشرف برضو بيغطي في ناحيه علي معلول كويس جدا، متعود خلاص دلوقتي بقى عليها كويس، بيقدر يقفل الجنب الشمال لو علي معلول حتى متقدم طبعاً. علي معلول طبعا، انا زي ما قلت لك الثلاثه اللي في وسط الملعب ديانج طبعا وحمدي فتحي، ولو لعب باكرم توفيق، لو لعب باكرم توفيق ليه برضو ما عندناش دلوقتي حد موجود، ما تقدريش تقولي في ناصر او مجدي افشل، ناصر اثر برضو طبعا، كلهم طبعا متطورين. فانا شايف الثلاثه دول ويقدر يستغل زي ما قلت لك في عمليه تبادل المركز اللي تحت راس الحرب. راس الحرب زي ما قلت لك النهارده هيبقى صلاح محسن او محمد شريف ايهما، وممكن يبقى صلاح محسن، ممكن يبقى كهربا، يبقى محمد شريف، ثلاثي بيتمتع كمان بالسرعات، ودي مهمه جدا في مباراه زي مهمه زي قلت لك ما بكره. اذا كان الملعب مش هيبقى النهارده صعب على مستوى الملعب، يعني مستوى الملعب تستغل بقى سرعات، تستغل كور طويله النهارده، سرعات اللعيبه تقدر النهارده نستغل اي بطء او اي اخطاء في خط الدفاع. وعمليه الضغط كمان يا كابتن في المباريات اللي زي ديت، ودايما الضغط بيغلط، وخاصه انت عارف كابتن دايما وحضرتك فاكر الكلام ده، كنت دايما بتقول لنا او ايام طبعا المنتخب ان دايما خط يعني الفرق الافريقيه في فرق في المستويات، لكن دايما بتتميز بالخط الهجومي افضل دايما من الخط من خطا دفاعي، ضغط على الدفاع كمان بيمثل جزء مهم، والنادي الاهلي عملها هنا، النادي الاهلي عملها كمان في المغرب لو تلاحظ ماتش مجدي هشام ضغط ضغط على فرقه الوداد البيضاوي، وجبنا اول هدف بعد يمكن بعد وقت قصير جدا. صحيح. فعمليه الضغط خلاص اللعيبه متعوده عليها، ان ما تيجي تضغط حتى على رباعي خط الظهر هتضغط بالثلاثه اللي قدام، هتضغط بالثلاثه اللي قدام خلاص مش هيقدر هو يعمل عمليه التحضير، هو هيضطر بقى يلعب كره طويله، هيلعب كور طويله، يلعب كور طويله. النهارده انت عندك عناصر كويسه مميزه في ضربات الراس ورا، تقدر برضو تستحوذ وتقدر تنقل انت من خلال ان انت بتقطع الكره، عندك وسط ملعب واقف كويس متمركز، تقدر الكره الثانيه وسط ملعب النادي الاهلي ياخدها ويبتدي هجمه بيها، فكل هذه الامور انا شايف ان افضليه لاعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تبقى المباراه كويسه بالنسبه لهم.